أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ مجالس الفصحى، تحيا الأمة بإحياء لغتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذتي الكريمة، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بكم جميعا، اليوم في المجلس 30 من مجالس الفصحى. أنا يعني سعيدة جدا دائما وأبدا بالتواجد ها هنا في المجلس، سواء كنت مستمعة أو حتى وأنا أشاهد التسجيلات الجميلة للأساتذة الفضلاء وأنا محاضرة أيضا. اليوم هو المجلس 30، المجلس قبل الأخير من مجالس الفصحى. معكم آية حسني. لمن لم يعرفني، لمن لا يراني كثيرا، أنا معلمة لغة عربية للناطقين بها وللناطقين بغيرها، وأنا أيضا كاتبة أكتب أو أعمل في مجلة أراجيك أونلاين ماجازين، وهي ما يعني مجلة على المواقع التواصل الاجتماعي. أيضا أنا كاتبة محتوى، أقدم بعض المحتويات الترفيهية في قنوات اليوتيوب. أيضا أنا كاتبة يعني للقصص القصيرة وما إلى ذلك. أهلا بكم جميعا، يشرفني أن أكون معكم اليوم في مجالس الفصحى، والتي يعني عقدت للسبب الأول أو في المقام الأول من أجل اللغة العربية، من أجل إحياء سنة مهجورة تماما، وهي الحديث باللغة العربية. نحن لا نتكلم اللغة العربية كما تعلمون في بلداننا العربية، ويعني هو ليس خطأنا وليس شيئا يعني ربما يجب أن نقص على أنفسنا به، لأنني كما يعني قلت في مجلس السابق وقد كان بعنوان كيف أجعل ولدي فصيحا، أننا كأطفال نتلقى اللهجات العامية كلغات أولى، يعني تعتبر العاميات التي نتكلمها سواء كانت المصرية، الجزائرية، التونسية، المغربية، في دول الخليج أيضا، هي لغاتنا الأولى التي نتلقاها عن والدينا، نكتب بها ونقرأ بها ونستمع إليها وما إلى ذلك. ولكن العيب، كل العيب، أن نظل هكذا يعني منعزلين عن اللغة العربية، تحصيلنا لها يعني قليل، ربما نجد الآن أو يعني كثيرا من الشباب والصغار وحتى يعني الكبار من لا يستطيع الحديث باللغة العربية، من لا يجيد الكتابة بها، من لا يجيد القراءة بها جيدا، فهذا هو يعني العيب. ومن أجل هذا أنشئت مجالس الفصحى على يعني يد أستاذنا الغائب الحاضر الدكتور أحمد حسن، جزاه الله عنا خيرا وجزاه الله عن مجلسنا هذا خيرا. أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناته، اللهم آمين. العدد ليس كبيرا وهذا شيء جيد جدا. هل أريد منكن أو منكم جميعا الآن أن نبدأ في تعريف سريع بأنفسنا؟ نبدأ بالأستاذة نورة، تفضلي. دام فضلك يا أستاذة. اسمي نورة، تريدين عمري أم أرجو ألا تطلبي؟ نعم، مرة أخرى، أرجو ألا تطلبي عمري. لا لا لا، لديك مطلق الحرية في أن تعرفي نفسك كما شئت. طيب، اسمي نورة، أعشق اللغة العربية جدا. عملي موجه فني لغة عربية،
تقريبا خبرتي في العمل 17 سنة. أحب اللغة العربية، لدي أسلوب في الكتابة، عرفت ذلك من خلال من يتلقاه من الناس، دائما يذكرون لي لك أسلوب رائع، أكثر حتى تعبيري باللغة الإنجليزية يساوي تعبيري باللغة العربية باختلاف المفردات، كمية المفردات طبعا باللغة العربية أكثر. سأتطرق لما يخص مجالس الفصحى بصورة أدق. أفادتني مجالس الفصحى جدا جدا جدا. سابقا حين أعقد محادثات صوتية، طبعا منذ بداية وباء كورونا، حين أعقد مجالس صوتية مع المعلمات التي أقوم بتوجيههن، كنت أتكلم العامية حتى في مكاتباتي لهن بالعامية. بعدها مجالس الفصحى بدأت أستشعر أن ذلك غير ملائم وغير مناسب، فبدأت منذ هذا الأسبوع حين أرسل رسالة صوتية باللغة الفصيحة، ولا أكذبكم القول بأني أسجلها 5 إلى 6 مرات وألغيها لأن تكون فيها أخطاء في التشكيل، ولكن أصر على ذلك حتى أرسل لهم دون خجل، أرسلها يعني أكون مترددة. ماذا سيقولون عني؟ هل هذه ما تأخذ الأمور بجدية؟ أي نعم أخذها بجدية، أنا موجهة ولله الحمد، وأنت معلمة لغة عربية يجب أن نتكلم بالفصحى، لست معلمة جغرافيا أو تاريخ، يجب أن نتكلم بالفصحى ويجب أن تتقبل ذلك مني، ويجب أن أقنع نفسي بذلك قبل أن أقنع الآخرين. جميل أستاذ، يعني حضرتك أستاذة هنا، ويعني أنت الأستاذة ها هنا. شكرا جزيلا شكرا. لك. عفوا عفوا عفوا. معي أيضا أستاذ أمين وأستاذ علاء وأستاذ إبراهيم وأستاذ نادر. من يحب أن يبدأ بتعريف نفسه؟ من طيب، يعني أنا أريد أن أذكركم أن مدارس الفصحى. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الأخت وبركاته. آية. الأخت آية كيف حالك؟ الحمد لله. أول شيء أمسي بالخير عليك وعلى الأخوة المتواجدين، جزاهم الله خير. ما أدري ما هو المطلوب بالضبط يا أخت آية؟ أنا فقط أريد من حضرتك يعني أن تعرف نفسك إلى الحاضرين جميعا، نعم طيب. ولو في نبذة بسيطة جدا. لا طبعا سوف اعطيكم نبذه مختصره. اخوكم نادر العتيبي معلم لغه عربيه حقيقه، يعني اعمل في سكه التعليم في المملكه العربيه السعوديه مدينه الرياض. حقيقه مجالس الفصحى استفدت منها الكثير، اذكر لكم بعض الفوائد. الفائده الاولى حقيقه صرت احرص على التحدث باللغه الفصحى، قديما احرص على الكتابه حقيقه، الكتابه يعني أصحح للطلاب، ف يعني تعلمت الدقة. أما في النطق حقيقة فكنت أخلط بين العامية والفصحى. بعد أن التحقت بمجالس الفصحى ووجدت التعامل معكم تحرصون على التدقيق وكذا، صرت حقيقة أحرص على التحدث بالفصحى قدر المستطاع. أنا أقول قدر المستطاع، لكن فيه يعني صار فيه جهد، فيه عمل، فيه تصحيح، بس يعود بفضل الله سبحانه وتعالى، أو أولا لله سبحانه وتعالى ثم إلى مجالس الفصحى. كذلك حقيقة من الأشياء التي استفدت من مجالس الفصحى كذلك، إذا طرح الموضوع أنتم تكتبوا الموضوع في العنوان حقكم. حقيقة أنا حقيقة أحرص دائما، أحاول أن أحضر قبل، فحقيقة أبحث، حقيقة أكتسب معلومات أثناء البحث، يعني قد نعم خلال البحث أستفيد مثلا 10 فوائد هذه أنقلها لكم، لكن في المقابل أستفيد فوائد كثيرة جدا لأنني أبحث في مواقع متعددة. حقيقة يصير فيه إثراء لغوي، إثراء معرفي، كذلك أسلوب الحوار والنقاش لاحظت فيه نعم أدب، فيه تأدب، فيه تشجيع، فيه كل طرح لدينا جميل، ما في مقاطعة إلى غيره. هذه كلها حقيقة استفدتها من مجالس الفصحى، وأتمنى لكم التوفيق والسداد. هذا طبعا مع الاختصار وهي نادر، البلاغة. يعني حضرتك والله أنا تشعرت بالفرح
لأنني يعني أشعر أن مدارس الفصحى يعني تؤتي ثمارها. شكرا لا أنا ما شاء جزيلا. الله تبارك الله، يعني حتى فيها تنوع فكري، طرح فكري جميل، في اختلاف الآراء، هذا جميل، هذا يصير فيه الإنسان لديه قدرة على الحوار، على النقاش، على طرح الآراء، على تقبل الرأي الآخر، وإن كان حقيقة أحيانا يكون فيه اختلاف، وكذلك توسع المدارك، يعني كل واحد يعطيك، يعني أنت الآن قبل أن تدخل مجالس الفصحى لديك، لنقل مثلا لديك 30 فكرة عن هذا الموضوع، لكن لما تتداخل معك أساتذة من الجامعات، دكاترة من جميع القارات دول العالم، كل واحد يعطي حصته الثقافية وتعرف عن المجتمعات كذلك، هذا حقيقة يوسع المدارك. أشكركم شكرا جزيلا. هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. شكرا جزيلا أستاذ نادر. في عجالة، في عجالة، أريد من البقية يعني أن يقوموا بتعريف أنفسهم حتى نبدأ بموضوعنا الشيق اليوم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم علاء حامد من مصر، أهلا معلم وسهلا. لغة. أهلا بحضرتك. معلم لغة عربية بالمركز الثقافي المصري بوزارة التعليم العالي المصري للوافدين. يعني هذا المركز يعلم اللغة العربية للوافدين إلى مصر. معلم لغة نعم. عربية منذ سنة 1999. أتشرف بالمشاركة معكم اليوم، وأشكر القائمين على هذه المجالس عامة، وأشكر الأستاذة آية المشرفة اليوم على هذا المجلس خاصة، وأشكر جميع الحضور. وفي الحقيقة يعني ممارسة اللغة العربية والنطق بفصاحة أو بالفصحى أمر ليس بالسهل، إنما يحتاج التدريب والممارسة وأيضا الإتقان، وهذا يعني ما يتيحه لنا مجلس اللغة العربية اليوم وقبل ذلك. وأشكركم جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ علاء. معنا أيضا أستاذ إبراهيم وأستاذ أمين. وتعرف السلام عليكم. وعليكم السلام السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. مع وعليكم حضرتك إبراهيم، أهلا بحضرتك، أهلا بيكي. مع حضرتك إبراهيم أحمد محمد مدين. يعني هتبقى المحادثة بسيطة لأنني بث مباشر الآن في برنامج. أنا معلم رياضيات مدارس المشكاة بالدمام، خبرة 30 عاما في مادة الرياضيات، معلم رعاية موهوبين، طلاب الموهوبين، وسعدت بالتشرف هذا العام بمجالس الفصحى، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم دائما. شكرا جزيلا. يعني معنا أناس من مجالات لا علاقة لها يعني باللغة العربية في المقام الأول، هذا ثمين جدا. من يتحدث بعد الأستاذ؟ يكفي معرفة الناس الطيبين والناس الخيرين والناس ذو هدف ورؤية. شرف لي، شرف لي، ورغم ان انا بث مباشر، انا بث مباشر والله، ولا وما رضيتش ان انا اتخلى عن مجلس اليوم، يعني رغم ان انا بث مباشر الان، يعني شكرا، شكرا لك أستاذ شرف إبراهيم. لي، شرف لي مجالس الفصحى. شكرا، شكرا، السلام معي عليكم. يارا، ومعي أيضا يارا دخلت مؤخرا. من يتكلم؟ ها المايك، من يمسك المايك؟ أستاذة سارة، هل تريدين أستاذة يارا أيضا، هل تريدين الحديث؟ التعريف فقط بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذة آية؟ كيف حالك يا أستاذة يارا؟ يعني بالمناسبة يا جماعة، أستاذة يارا هي صديقتي وإحدى معلمات اللغة العربية، أتركها تقوم بتعريف نفسها. أنا طبعا يعني أول شيء أود أن أقوله، أنا وآية زملاء.
زملاء دبلومة اللغة العربية، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. أتمنى لك التوفيق يا آية في جميع محاضراتك إن شاء الله. أنا يارا عبد المنعم، مدرسة لغة عربية للناطقين بغيرها قبل أن ألتحق بالدبلومة، وبعدها تخصصت في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها. يعني أكثر المجال أعمل فيه عبر الشبكة الدولية، عبر الإنترنت. هو مجال ممتع وشيق. أتمنى أستاذة يارا، التوفيق للجميع. أول لقاء لك في مجالس الفصحى. أول لقاء لي، وبصراحة يعني لا أجد كثيرا من الكلام، لأني لا أعرف طبيعة المشاركة. يعني أنا عرفته أو علمته باللقاء قبل مواعيده بقليل، فلا أعلم يعني ما المشاركة المطلوبة، ولكن سعدت بك يا آية، وأتمنى لك التوفيق، وسعدت بجميع زملاء المشاركين. شكرا جزيلا لك. بقي اثنان، بقي أستاذ نادر وأستاذة سارة ماجد. طيب، السلام عليكم أستاذة آية. وعليكم السلام. أنا عرفت بنفسي. نعم، حضرتك عرفت بنفسك في أول الأمر. عفوا عفوا، أنا آسفة جدا. لدي استفسار أستاذة آية، بس ليس دخول في الخصوصيات، لكن اللهجة عندك أنت كأنك تحتكين بالناطقين بالعربية بغير العربية كثير جدا. اللهجة عندك هل أنت تحتكين بالناطقين بغير العربية؟ أنا لاحظت من أول ما دخلت مجالس الفصحى. أنا فعلا يعني أحتك بغير الناطقين باللغة العربية كثيرا، ولكن هذه ملاحظة أتلقاها منذ صغري. يعني منذ صغري يقول لي الناس: هل أنت يعني غير ناطقة بالعربية؟ هل أنت غير لا مصرية، لا سيما في مصر؟ فوالله لا، يعني لا أجد جوابا واضحا لهذا أبدا. أنا مصرية، بالتوفيق. أحب اللغة العربية وأنا صغيرة. طيب، توفيق بالتوفيق. على كل حال، الآن سنبدأ في موضوعنا اليوم، وهو موضوع جميل جدا وشيق إلى أقصى درجة. يعني موضوعنا اليوم كما قرأتم في التحضير للمجلس بعنوان مستقبل التعليم قبل الجامعي وما بعد الجامعي. هل الصورة واضحة الآن؟ هل ترون مجالس الفصحى، كلمة مجالس الفصحى؟ نعم نراها. جميل جميل جدا. نحن في رحاب مجالس الفصحى، وفي مجلسنا المجلس 30 كما قلنا، نتحدث عن مستقبل التعليم قبل الجامعي وما بعده. طبعا يعني نحن لسنا في حاجة إلى أن نعرف قيمة العلم وأهل العلم في الإسلام الحنيف، ويعني وفي عالمنا اليوم. يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم منكم درجات. ويعني القرآن مليء بالحث على العلم وعلى التعلم وعلى التفكر وعلى كل شيء يتعلق بهذا العلم. وحين قال الله عز وجل لنبيه الكريم في آيته الأولى: اقرأ، قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهنا لفتة يعني بسيطة جدا: العلم ليس غاية في ذاته، يعني ليس في الغاية أن نتعلم فقط، لكن ينبغي أن نسأل أنفسنا لماذا نتعلم. وقد يعني ذكرت غاية العلم في سورة اقرأ، قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك. فالقراءة باسم الله تختلف تماما عن القراءة باسم أي شيء آخر. جميل. إذن فالعلم أو يعني فالقراءة إن لم تكن لله لن تنفع، ما يعني لن تنفع صاحبها بأي شيء.
فها هنا لفتة صغيرة كنت يعني أحب أن يعني أقولها إلى حضراتكم. الآن سنبدأ في السؤال الأول اليوم لدينا، كيف ترى التعليم قبل الجامعي أي المدرسي في الوقت الحالي؟ كيف ترونه؟ هل أنا ممكن أشارك يا أستاذة آية؟ تفضلي يا أستاذة يارا، تفضلي. يعني إذا كنت تقصدين الواقع أو ما نعم يحدث مؤخرا في الأعوام الأخيرة، نعم فللإجابة عن هذا السؤال نحن نريد أن نعرف ما الخطة التي يسير عليها المسؤولون، وما هو الهدف الذين يريدون أن يصلون إليه، وبالتالي أو بعدها نحكم أو نرى ماذا يحدث، أو نقول رؤية أو نقول ماذا يحدث في التعليم ما قبل الجامعي. لكن قبل هذا كله نحن لا نفهم شيئا. يعني أنا أتحدث بالنيابة عن نفسي، أنا مدرسة نعم أتحدث بالنيابة عن نفسي وعن زملائي، والمفترض يعني أننا نكون أكثر وعيا من أولياء الأمور. فيعني فقط نحن نريد أن نعرف ما الهدف والتغيير إلى أين يسير من، يعني يظهر علينا أحد ويقول التغيير من وإلى، والخطة هي كذا كذا كذا، والهدف هو كذا كذا كذا، وبعدها نحكم. لكن ما يحدث الآن، يعني لا يوجد رؤية واضحة، لا يوجد هدف واضح، لا نشعر بأي نجاح مبدئي، لا نجاح مبدئي أقصد. هذا رأيي. جميل أستاذة يارا، يعني أنت ترين أن التعليم في مصر الآن وخاصة قبل الجامعي هو تعليم مشوش الهدف ومشوش أيضا في الإجراءات، يعني حتى الإجراءات التي نحيا بها الآن هي غير واضحة بالمرة. نعم، غير واضحة تماما. يعني أنا لا أريد أن أستبق الأحداث مثلا وأقول هي يعني تجري ناحية الفشل أو إلى التجهيل، ولكن لأني لا أعرف ما الخطة وما الهدف يعني الذي يريد أن يصل إليه المسؤولون، ولا هي وما هي معالم الخطة الموجودة. إحنا نرى تخبطا كبيرا. لكن قبل أن يحدث هذا كان التعليم به تقصير، وممكن أن يكون أفضل من ذلك، ولكن هو لم يكن بالفشل الكامل الذي كان يدعيه الناس. التعليم فاشل، التعليم فاشل. يعني نحن تعلمنا على النظام القديم ما قبل هذه القرارات، والحمد لله يعني نحن لسنا فاشلون. فلم نعم يكن التعليم بالشكل السيء، هو كان يمكن تطويره. لكن ماذا يحدث الآن؟ أنا لا أستطيع أن أفترض حسن النية وأقول أنه تطوير، نعم فأيضا لا أريد أن أسيء النية. فقل لي نعم ما الهدف طيب الذي تريد أن تصل إليه، وما الإجراءات أو ما الخطة التي نحن لا نرى خطة. نحن كل نعم يوم نعم أو كل فترة نرى قرارا آخرا، نحن كمعلمون أدرى بالمناهج وأدرى بالطلاب، لا نشعر أن هذا أبدا فيه مصلحة الطلاب. نعم شكرا جزيلا لك يا يارا. من يحب التحدث أيضا؟ من يشاركنا؟ التعليم المدرسي أو التعليم قبل الجامعي في بلدكم أينما كنتم كيف تقيمونه؟ أستاذ نادر تفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للتعليم، بالنسبة للتحدث عن التعليم عامة سواء في بلدي أو أي بلد عربي، حقيقة أول شيء لابد أن نفهم أن التعليم هو عبارة عن رفع الجهل عن الناس. فأنت إذا أقريت التعليم تريد أن ترفع عنهم الجهل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو اسمه قديما التعليم العام والتعليم الجامعي. التعليم العام تعطي الطالب معلومات عامة وتؤسسه تأسيسا صحيحا، يعني تركز على الأشياء المهمة في المعلومات، عندك القراءة، الكتابة، الحساب، وكل مادة فيها أشياء مهمة تعلم الطالب هذا الأمر. الإشكالية الآن في الوقت الحالي، قديما كان التعليم قبل 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة، كان التعليم هو المصدر الوحيد لمعرفة الطالب. فالطالب أين يتعلم؟ في المدرسة. ليس هناك وسائل إلا فقط الإعلام، التلفاز، المجتمع اللي حوله. لكن حقيقة مع الانفتاح الموجود في العالم كله الآن مع وسائل التواصل، أصبح الناس يتعلمون مع الوسائل الأخرى، وقد تكون أكثر.
أنا أعطيكم أحيانا بعض الأمثلة البسيطة. أنا أدرس الطلاب أحيانا سواء قبل قبل التعليم عن بعد أو بعده كذلك، أحيانا الطالب يغيب مثلا في الدرس، أحيانا في مع التعليم عن بعد والحصة صارت قصيرة والطلاب، فأنا أشرح للطلاب وأقول إذا أشكى عليكم أمر أنا لا أستطيع التواصل معكم ترجعون إلى وسائل التواصل اليوتيوب مثلا في شرح الدروس، قناة عين في شرح الدروس. حضرتك تكلمت على يعني التعليم في ظل وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الانفتاح الرقمي الشديد. أنا أريد تقييما من حضرتك، يعني هل ترى حالة جيدا؟ هل ترى حالة التعليم مع وجود هذه الوسائط التي الرقمية جيد؟ هل هو يتصاعد أم هل هو يتناقص؟ نعم أحسنتي، هذا سؤال جميل جدا، وهي النقطة التي كنت سوف أذكرها. قديم قبل لو نرجع إلى قبل 40 أو 50 أو 30 سنة كانت المجتمعات العربية في بداية النهضة لها، فكانوا يحتاجون إلى الأشياء المهمة كمعلمين كأطباء كمهندسين، فكانت يعني الجامعات التعليم يخرج الجامعات والجامعات تخرج في هذه الأشياء، كان الطلاب توجهاتهم الأشياء المعروفة والتي تساهم في تأسيس البلدان العربية. المشكلة استمر هذا الوضع ولم يواكب التغير، فلازالت المناهج طبعا في تطور حقيقة في تطور لكنه حقيقة بطيء ليس مواكب للسرعة، لأن تقريبا آخر 10 سنوات مع وسائل التواصل الاجتماعي مع الوسائل التي غزتنا فكان مستوى التعليم يواكب في هذه السرعة، فلا زالت الآن في التعليم العام في الجامعات لا زال الطلاب يعني ينظرون لقضية مثلا أكون طبيب أكون مثلا مهندس، مع أن الآن عندنا حتى عندنا الآن في السعودية صار الأطباء يعني صار عندهم نوع من البطالة، المهندسين نوع من البطالة. المفروض أن التعليم يواكب التطور الذي يحصل في العالم. فمثلا أعطيك أمثلة في التعليم العام أنا مثلا أعطي بعض الأمثلة، يعني المفروض يركزون على قضية التقنية، وأنا حقيقة أنا الآن معلم، قبل 20 سنة كنت أحث طلابي أقول عليكم مثلا بالقضاء، عليكم بسلك القضاء، يعني عليكم بالطب بالهندسة، المجتمع كان ذاك الوقت يحتاج أطباء يحتاج قضاء يحتاج معلمين، الآن أقول لهم يعني أرجو أنكم تنتبهوا لقضية التقنية قضية الفضاء، يعني بس هذا طبعا مناهج بسيطة جدا لم تشبع هذا الجانب، يعني الآن العالم كله الآن يتوجه إلى قضية التقنية وقضية الفضاء، لكن مناهجنا لا زالت على الشيء القديم. فأتمنى أن التعليم العام يواكب التطور الذي يحصل. أحيانا أعطيك أمثلة بسيطة جدا، التقنية يعني لو تعطى للطلاب دروس في قضية الجوالات تقنية الجوالات إصلاح الجوالات أشياء بسيطة، يعني الحواسيب أحيانا حتى في البيت نفسه يعني يكون في مادة مهنية التعامل مع الكهرباء في المنزل، يعني المنهج أنا الذي أشوفه كله عن الأشياء التي تهمهم في الجامعة والأشياء التي تهم الأساتذة في الجامعة. فالطلاب يعطون لو يعطون في العلوم مثلا عن الكهرباء عن كذا أشياء خاصة في البيئة اللي حولهم في قضية التقنية أجهزة الحاسب إلى غيره. هذا حقيقة رأيي، وأتمنى التعليم يواكب هذه السرعة التي يسير العالم اتجاه التقدم العلمي. أستاذ نادر، يعني حضرتك ترى أن التعليم متأخر عن وسائل التواصل الاجتماعي أو العالم الرقمي اليوم؟ طيب يمشي ببطء السؤال. شكرا لحضرتك. السؤال الجديد، ماذا تتوقعون لمستقبل هذا التعليم خلال 20 سنة القادمة؟ يعني نحن تكلمنا عن التقييم، وأكيد يعني لكل منكم رأي في تقييمه لمستوى التعليم سواء في بلده أو في البلاد الأخرى. في نظركم يعني ما الذي سيحدث خلال 20 سنة قادمة؟ أريد أناسا يعني لم يتكلموا قبل ذلك، من يشارك؟ أستاذة نورة، أستاذ إبراهيم، أستاذ علاء، أين أنتم؟ معنا أيضا أستاذ بوكبير دخل حديثا، هل أستطيع المشاركة؟ تفضلي أستاذة نورة، تفضلي. دام فضلك.
التعليم خلال العشرين سنة القادمة. الأول أستاذة نورة، من أين حضرتك؟ من أين؟ من دولة الكويت. الكويت، أهلا وسهلا بأهل الكويت، تفضل. أهلا بك يا حبيبي، دام فضلك. سأجيب عن هذا السؤال بطريقة أخرى. لا أعلم ماذا سيحصل خلال 20 سنة القادمة، ولكن ما أعلمه حاليا، يعني من خلال قلت لك خبرتي 17 سنة، فالذي أرى أن العلم يظل محبوبا ويظل فطرة في الإنسان نفسه. هذا العلم، هذه الرغبة في الإنسان للتعلم، يجب عليه على البيئة، يجب على البيئة التعليمية أن توفر له جميع العوامل التي تمكنه من الحصول على هذا العلم، التي تزيد من هذه الرغبة. هي لا يكفي أن تكون فطرة فقط فيه. جميعنا مفطورين على التعلم، نحن أطفال نريد أن نتعلم أن نمسك، كذلك كبرنا قليلا نريد أن نتعلم صياغة السيارة. نحن مفطورين على العلم بشتى صوره، أمر هذا مفروغ منه. لكن إذا أتينا إلى العلم المدرسي اللي هو النظامي، هم أيضا لا يستطيع الإنسان أن يتخلى عن المدرسة. المدرسة محبوبة، جو المدرسة، الذهاب في الصباح، التعامل مع الرفاق، بغض النظر أحب العلم أم لم يحبه. أسألك سؤالا يعني ربما يكون أقرب إلى إجابة هذا السؤال. التعليم المدرسي اليوم بشكله الحالي وفي ظل العالم الرقمي الذي يتوغل في رقميته ويتوغل في أساليبه الحديثة، هل تعتقدين أن النظام المدرسي الحالي سيستمر كثيرا في العالم؟ أنت تقصدين على وشك الانطفاء خلال الجائحة؟ تقصدين التعليم الرقمي خلال الجائحة؟ بشكل عام يعني خلال الجائحة أو بعد الجائحة، ربما يعني الجائحة هذه ستزيد مثلا من قوة المسار مثلا في مسار التعليم الرقمي، لا نعلم. فلذلك أنا أريد التوقع، يعني هل سيستمر الأمر أو هل سينتهي قريبا؟ لم أفهم السؤال جيدا. يعني ما دخل التعليم بالوسائل التواصل؟ تعليم نظامي إذا خرجنا من نظامي. سأقول لحضرتك، التعليم النظامي اليوم، لا أعلم يعني حضرتك تعلمين أم لا، خلال الجائحة بدأت المدارس في أغلب دول العالم أن تعلم الأطفال أو تعلم الطلاب من خلال الأونلاين تيتشنج الذي نقوم به الآن، من خلال أبليكيشن مثل زوم وسكايب وغيره. جميل. وجوجل ميت. وهل تتوقعين أن الأمر سيعود بعد الجائحة إن شاء الله إلى ما كان عليه قبلها ويعود الطلاب إلى المدارس مرة أخرى، أم أن الأمر سيظل في مسار التعليم الرقمي؟ وقبل الإجابة، بقيت لدينا دقيقة واحدة، سنعاود جميعا الدخول بعد انتهاء الميتنج. تمام؟ أرد الآن؟ سنعاود. تفضل، معك دقيقة. عندما تنتهي الجائحة بإذن الله وتفتح المدارس من جديد، أكيد أن ذلك سيجعل الأمور تعود إلى مربعها الأول. سينتهي عهد التعليم عن سينتهي عهد التعليم عن بعد، شيء طبيعي. نعم. هذا اللي فهمت. لا أستطيع أن أرد عليك أكثر.